قائمه المنتخب، شايف مين اكتر لاعب ظلم باستبعاده منها؟ عايز اقول لك على حاجه، قائمه المنتخب كلها ما فيهاش اي لعيب لاصلح المنتخب. احمد الشناوي اتظلم، احمد كويس جدا، الباقي كله انا شايف اللي هو عادي. احمد الشناوي من امهر حراس مرمى في مصر، هو ومحمد عواد، وطبعا عشان ما بقاش انا زملكاوي متحيز للزمالك، محمد الشناوي برضو جون كويس جدا. محمد عبد الغني كمدافع يستحق التواجد، يعني من الموسم اللي فات، يعني لاعب هايل، بيلعب في الدفاع كويس، لاعب بيلعب بعقله ما بيلعبش بجسمه، يعني هو بصراحه انا حاسه في الدفاع كده. لكن باقي اللاعب يعني باستثناء برضو كهربا، يعني كهربا بصراحه بيلعب في فرقته يعني مش كسبين الا ماتش، طب انت ازاي تاخده على المنتخب؟ يعني مش حد اتظلم. انا شايف ان في لعيبه انا مستغربها، يعني انا مش شايف ان في حد اتظلم من مثلا من اللعيبه اللي كانت موجوده ومش موجوده دلوقتي. يعني مثلا يعني محمدي مثلا انا شايف ان هو ما كانش المفروض فعلا يكون موجود. ده اللعيبه اللي انا بالنسبه لي المتوقعه او اللي انا شايفها ان هي كواليفايد ان هي تكون في المنتخب، انا شايف ان هي موجوده. ممكن مثلا ممكن صالح جمعه، بس صالح جمعه مش منتظم في التدريبات ووزنه زاد شويه، فهو عنده مشكله وهو فعلا مش